النادي الأهلي العظيم نادينا العظيم السنة الجاية هيشارك في 8 بطولات، متخيلين 8 بطولات ما بين محلية وأفريقية وكمان دولية. هنقول لكم البطولات على ال8 بطولات، ومحليا الأهلي هيشارك طبعا في الدوري المصري، وكمان هيشارك في كأس السوبر المصري بعد انسحابه من كأس مصر. بالتأكيد السنة الجاية مش هيشترك في كأس مصر، لكن كمان في أفريقيا هيشترك في 4 بطولات، دوري أبطال أفريقيا وكمان كأس السوبر الأفريقي اللي هيكون قدام الزمالك من 27/9 في السعودية، وكمان بعديها هيشارك في السوبر ليج الأفريقي أو الدوري الأفريقي اللي الأهلي اشترك فيه السنة اللي فاتت، وكمان هيشارك في الأفرو آسيوية اللي البطولة المستحدثة اللي هتكون السنة دي بمشاركة الأهلي. أما بقى دوليا الأهلي هيشارك في كأس الإنتر كونتيننتال اللي هيبدأ شهر 10، هتكون مباراة في القاهرة قدام العين الإماراتي إن شاء الله، وكمان هيشارك في نهاية الموسم 2024 2025 في كأس العالم للأندية اللي هيقام في أمريكا بمشاركة 32 فريق، منهم فرق كتير عريقة في أوروبا زي إنتر وزي ريال مدريد وزي فرق كبيرة عريقة طبعا تشيلسي وزي فرق كتير عريقة في أوروبا. النادي الأهلي عليه عبء كبير جدا، 8 بطولات مش حاجة سهلة، لازم محتاج لعيبة كتير ومحتاج لعيبة في كل المراكز، ومحتاج إن إحنا نكون واقفين على رجلينا بدنيا. عشان كده فترة الراحة اللي خدها الأهلي كانت مهمة جدا. كل توفيق لنادينا إن شاء الله، بإذن الله نكون موجودين بقوة في الموسم الجديد إن شاء الله، نحصد أكتر عدد من البطولات من البطولات الثمانية دي، وليه ما نحصدهمش كلهم؟ الأهلي العظيم معودنا على كده، ومعودنا إن إحنا نكون موجودين في المحافل الدولية بمنتهى القوة، وكمان في الأفريقية وكمان طبعا محليا. كل توفيق للمدينة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تشتركوا معانا، تدعمونا، تعملوا لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.